ولد نايف نايف لو جيت العالي عتيبي تضيع جزمتك هذه مصيبة. أنا من يوم دخلت النتفت ثلاث مرات عتيبي أنت ثلاث مرات والله مصيبة يعني ما أنت تسقط على نفسك لا 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 خلاص أنا سقطت وندمت يعني غلط يعني أنت لا تسقط على نفسك خلنا نجيب العيد ثلاثة اثنين ما راح يطلعونا برايم كلنا صح خلنا نجيب سوق إيه خلنا نجيب سوق الموت مع الجماعة والله يا طيب راز الرجال طيب جلول هذا منا يقول أبشر بالبراي على الطريق بطلع بدالك حطيت عيني في عين نايف في ذمتك اي والله عاين فينا عاين فيني لا على لفته لا 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 ها اراد الخم لا الخم الخصم لا سوي كذا ايه سوي كذا طالع نايف لا انت خليك تشوف يلف لا لا هي هي سوي كذا شوف عرفت وانت تلف لا طالع فيه عرفت لكن قلت انت لا تحرك بخشمك حبيبي ايش بطل اكسجين ارجع ايوه قلت تكتب البكاوي صح؟ انا ولد عمك ومو ايوه امون عليك عادي احنا اخوان ما بينا شيء على قلب واحد ليت امو ولد عمي ليت ترك الدوسري لا هذا لا ما له دخل ليتك بس ما له دخل ما له دخل ما له دخل طيب اسمعوا بقول لكم حاجه استاذ سامي للحين انا اتمنى لا استاذ سامي مو بحولك اصلا خطاب الى سلطان علي ترك الدوس انا مراقب سامي الجعوني قبل ادخل البرنامج يا يعني مع جوال نايف مع جوال يا شخص غبي يا ما بحد لا صدق صور سناب كل ثلاث دقائق مع جوال صح لا اقول مراقبه قبل ادخل يعني الدرجة ندلخ ولد لا تعلم الناس انا باك كذا صح بتبيعني صح حلو فيها كذا لا لا طيب بس والله امشي رحنا لا شوف شوف يصور كل ثلاث دقائق ما عنده حياه منو سامي الجعوني يعني يسقط عليه صح يا سامي؟ لا ادري انا اشوف اني بطني قبل مخض انا اشوف اني حاول يبيعني من اليوم وانا قاعد والله انت اللي تحاول تبيعني وش فيك انت؟ انت اللي بعت عمرك تعرف اللي يرمي السم لا يعني كان يصور كذا ثلاث دقائق ما طيب يعني اكيد انه يطالعنا وش ما طالعنا برنامجك صح صح طيب عيال قولوا له يلا استاذ سامي يشوفني الان استاذ سامي اجلس اجلس زين استاذ سامي احترام استاذ سامي احترام احترام استاذ سامي قاعد يجيب اسمه احترام لي انا احترام لكل شيء لو سمحت اعلامي على كملك احترام لنفسك اذا يا اخي لو سمحت سالفتي قول قول استاذ سامي اولا عندنا متطلبات قول لا تستعادي انا اخوك صغير اسمع استاذ دقيقه خلنا اشخص عشان جاء رسمي يلا 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 لا كذا انت ما انت رسمي ترى مره كانك بياع قهوه بالمكسيك اسقاط يسقط على حقين المكسيك اهل المكسيك يا نوم عيني المكسيك انا اعلمك استاذ سامي ابغى اباشر ثوبه رجع نم ما ياثرني كلام الناس ما ياثرني كلام الناس انا اعلمك شوف ابو سطيف شش وش طيفه يرجوك يمشي كذا يرجوك يمشي كذا تعال 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 صح ايش عارف هذا البدايه لا لا يمشي كذا والله ادري انك بتجيب العيد صح يمشي كذا صح مو يمشي كذا شوف بعدين رجل بعدين رجله كذا شيء دقك في رجلي ها ماشي الليلة يا ولد تعال غريب انت الله يسوي مبروك لكم ايش فيك؟ حاول استاذ اسمعوا اكيد ان استاذ سامي الان اسمعوا يا استاذ سامي اسمعوا يا استاذ سامي اكيد ان استاذ سامي يسمعنا الان نعم احنا بنوجه رسالة متطلبة اول شيء صفقة لاستاذ سامي صفقة لاستاذ سامي يا نوم عيني يا استاذ سامي الجود الجبارة يعني ما شاء الله شوف الجدران كيف شوف الورد شوف سبحان الله شوف كيف ناسق بين ورد وخياس انا اعلمك كل واحد يوجه اوكي ترى اسقاط بيع صح؟ اي والله كل واحد يوجه رسالة استاذ سامي، استاذ سامي اتمنى انك تجيب لنا بلاي ستيشن انا قايل لك كتاب الحين ثلاث ساعات اقول مرة تلعب كوز واجد انت؟ طيب اسمع اسلام يا الخصم لا والله بس ترى خلنا كود خصم كود خصم ثلاث ساعات تحياتي تحياتي يا نوم عيني يا دحمة ثلاث ساعات شفت والله شوف انا اعلمك نتمنى دقيقة قبل ما تقول بذكر تدري انه مرة عطس ايش قال؟ ايش قال؟ يا مهم في السيارة ذاك اليوم
ويش؟ هو عيادة واجد عيادة واجد والله ناس دك أنا غيرتك لا بعاد تبيها كذا صح؟ لا كذا لا لا تبيها دقيقة تهديد لا هو عيادة واجد حتى تحتفل حتى حفل عيادة واجد يوم جابني ما قلت قال تبيها كذا لا لا ما عليك هو عيادة واجد أبي أخوف أستاذ سامي ينتظر أي أستاذ سامي أستاذ سامي لو سمحت نبي بلاي ستيشن بلاي ستيشن 5 بلاي ستيشن 5 نعم ونبي كراش يا نوم عيني الخصم اللي جاك شفت كيف طرفتك لا لا كل واحد فينا يبي جواله لمدة ساعة صح يبي يدير امور فريق دعمه يبي يشوف وش يحتاج نعم 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 يعني نعم ما بياخذ خصم لحالي تكفون لا لا روح 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 انا اعلمك يجي دوس ها تفضل خلني اشوف الثعل مالك هو قاعد يلف عليك هو قاعد يزوم اسمع يا ابوي اسمع 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 والله والله اني والله اني طالع فيني يزوم يزوم ماني متوتر لا واتمنى يشيل خصم اللي طالع في الكاميرا معليش اول بطلع في طويق عيني كذا طاحت ارجع اشيلها ما اقدر ماني متوتر علمك صار استاذ سامي ينتظر يلا كلهم جاهزين دفاتر يبغى يخصم يلا واتمنى كم ساعة يعني كم 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 بعطيها لف بشوف يزوم لا 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 طالع لا بشوف يزوم شاط تدخل برا لا أبى أشوف والله والله أبى أشوف يزوم عليك ولا لا ها كمل 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 أبى أطش بسوي أشوف يا عيال ولا مستحيل نايف نايف والله أنا قاعد يلف عليك ها والله أنا قاعد يلف عليك يخوف يا عيال والله ما يخوف قاعد يقول كذا يقول كذا يقول كذا بعدين أقسم بالمغناطيس كمل خلاص أنا بأرسل أسمه مغناطيس يسحب عينك وتردها شوف أرسل ساسام إيه تكلم ما طالع فيني مو بنستاذ يا استاذ سامي هذا نايف بدون استاذ الله يمسيك بالخير استاذي انت عزيز وقدير وكلنا نحبك في الله لبس عشان يطالع في الثعل ولكن يا استاذ ها ابن امك يعطيك خصم ولكن يا استاذ سامي لا لا اللي وراك وراك دقيقه والله خلنا نرسل رساله اخو العيون قلت لك الله يراي قلت لك عييت وازق شعر البيت اللي جنب الباب بيض الله وجهه دقيقه خلني اعدل اللي خوشت يلا بيض الله وجه المنتج الجميل بيض الله وجه الاداره ما شكر ما شكر وجه واشكر استاذ مهند جميع من انشا هذا المجتمع وجميع من وقف عليه من اداره مو مجتمع مو مجتمع من دي خلني اكلم اكمل لا اطقك بهذا خلي العلم والسيفين تطبع في النخره تبيع تبيعات صح واشكر مشعل العتيبي يا نوم عيوني صفق للشاعر مشعل العتيبي اسلم من هذا المنبر اقدم اعتذار استاذ بابا عن اي قصور دقيقه صح اقدم تغني اقدم اعتذار عن اي قصور لك يا مثلا انت نقول انك انت واحد من جمهوري ما ادري وين خط الجمهور انا معه انا معه هنا ما ماني حول لا 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 تخاطر مرة الزبدة اني اسف يا طيب ليش عندي عندي رسالة عندي رسالة ما ادري عنك انا قلت أنا طيب اسمع انا عندي رسالة عندي رسالة احنا عندنا رسالة غير رسالة على خصم النظر والله الله انت على كيفك يا ابوي انت اي شيء خصم حاب كيفك انا علمتك واحدة مثل هذا وجه رسالة انا اوجه رسالتي من هذا المنبر الله بيقول ما حد مهتم ما حد مهتم سولف انت ويا ايه غششوني ليش شفتوني جبت الطعم غششوني حلو من هذا المنبر الشريف انا اطلب الاستاذ من هذا المنبر ايش؟ الشريف المتشرف صح الشريف صح ما ادري واحد يدور سلم اسلم بطلب من الاستاذ كيف؟ اسلم اسلم جايزك كانك رايك شخص اسلم اخلص من هذا المنبر الشريف نطلب الاستاذ سامي الجعوني بانه يعطي الاستاذ محمد عيسى اجازه لمده 3 شهور يعطيه اجازه لمده 3 شهور لا صادق يريح فيها شوي يا استاذ سامي الجعوني محمد عيسى قاعد خليني اكمل صح خليني اكمل صح صح ليه تزعل طيب ما ادري بقعد صوت هدرت يا هدرت اول يرفع صوته ليش؟ يعطيه اجازه لمده 3 شهور واذا وده يعطيه استقاله من العمل كامل المهم ولو الود وده يعطينا الجوال لمدة 40 دقيقة 45 لا 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 عرفت؟ لا يعطينا لا لا خلاص لا يعطينا يعطيني انا وعامر صح صح كلامي ولا لا؟ ومن هذا المنبر انا اعلن حبي للاستاذ نايف استاذ من؟ نايف نايف الله القامة الاعلامية استاذ نايف القامة الاعلامية انا لي استاذ عامر 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 تدري كم مدرس يدرسنا اسمه استاذ عامر؟ اه كسر الضار
نعم عيني يا ابن عمي علي الطالب حطيت على عنصريه لا لا عنصريه عنصريه هو قدم حبي استاذنا شوف القلب شوف القلب سبحان الله له لسان لا ما له لسان بس القلب يتحدث طيب ايش رايك ايش رايك ما يتحدث ابغى اوجه كلمتي انا ممكن كلمه ختاميه نيابه عني يا استاذ احنا بنروح عند قهوه لا ما تورطني لحظه ما تورطني نيابه عني يا استاذ اسمعني رحم منك خله انا بوجه راحت الرساله ولا نطلع براي انا واحد قدح نيابة يعني أنت ما همك اللي لا لا عامر لا 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 عامر أنا أكدت حاجة في هذا الرجل أنت أكدت إن قطعت سالفتي خلاص بقى عجلة هدر رادي ذا رادي سحرني خلوا إيش إسقاط هذا بس ما فهمت بالجنوب حلو تبيها كذا تبيني لا لا والله أسلم أسلم أنا أعلمك لا والله تفضل يا ود أنا هذه فقرتي لحظة طيب أنا فقرتي على كيف مين أستاذ سامي يعني نيابة عني وعن أصدقائي الموجودين الآن واللي في اللوكيشنات الثانية نتمنى 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 إحنا نحب محمد عيسى صحيح؟ صحيح نتمنى أنه يأخذ إجازة من حبنا له يستاهل فيها يستاهل أبو عيسى ثلاثة شهور ثلاثة شهور أبو عيسى ليش ثلاثة شهور؟ على مدى مدى الحياة يا الله روح موت يستاهل 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 موت عدوه مو دمي مو دمي مو دمي هو مو دمي صح ميوت ميوت انت حاط ميوت شكلنا حاطين ميوت الزبده ما راح بس اسمع اسمع طيب طيب نقدم نرجع لك من يوم واحد ما راح نرجع لك من يوم يا رب هذه جالسه اسقاطات علينا